أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار فمحونا آية الليل ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد عاملة ناصبة تصرى نارا حامية تسقى من عين نانية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها أن هذه اللقاءات أو هذه اللقاءات إذا كانت تدل على شيء في الحقيقة فهي تدل على اهتمام هذه الجمعية بالقرآن الكريم اهتمام الجمعية بالقرآن الكريم بالدرجة الأولى ثانيا أن هذه الجمعية لا زالت مستمرة في عطائها العمل المتواصل هذا يدل على الجد وعلى الاجتهاد بينما العمل المنقطع وهذا حتى في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في العبادة العمل المنقطع ليس محمودا في الشريعة عمل الخير المنقطع يجينا ديك النهار الخير هذيك النهار هذيك الخير بالمريح في وشوي تكبر خير النهار مثلا ديك يجي العباده يجي الطاعه في وشوي تكبر الطاعه هذا العمل ليس محمودا في الشريعه